بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. ربنا خلقنا في الدنيا وأمرنا نسعى في الخير، وبرحمته يهدينا ومن كل الشرور والأذى، كان دايما جنبنا بيحمينا. وفي يوم الموقف العظيم كل الخلايق متجمعين، والشمس على رؤوسهم وبيها متحوطين. مفيش منها حامي ولا منها نقدر نستخبى هربانين، مفيش ملجأ نروح له إلا ظل الرحمن، هو وكلنا أجمعين. وفي ظل الرحمن 7 أصناف بس من البشر اللي هيتمتعوا بظل الله يوم الموقف العظيم. مين هم؟ هيكون كلامنا إن شاء الله عنهم النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم.